مقتل طفلة وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على بلدة الدانة بريف إدلب. الفيلق الثالث في الجيش الوطني وللتصدي لمحاولة تسلل قوات النظام على جبهة مدينة تادف بريف حلب الشرقي. مقتل ضابط في قوات النظام وعدد من عناصره جراء انفجار سيارة تابعة لهم محملة بالذخيرة والألغام في كفرنبودة بريف حما الشمالي. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات النظام إثر استهداف تجمع لهم على أطراف كفرنبودة بريف حما الشمالي. المعسكر الروسي في قرية بريديج يستهدف بالصواريخ المحملة بالقنابل الفوسفورية مدينة كفرزيتا وقرية الزكافري في حما الشمالي. مصدر قضائي عراقي يؤكد الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.